بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن السيست in the jaws بداية شنو نقصد بالسيست السيست حقيقة هو عبارة عن pathological cavity موجودة بالبون أو بالsoft tissue تكون lined by epithelium وتحتوي على fluid أو semi fluid أو غاز في بعض الحالات عندنا نوعين من السيستات عندنا true cyst والزيدوسيست true cyst هو لما يكون قلنا cavity lined by epithelium أما الزيدوسيست أو false cyst فهو ما يحتوي على epithelium لكن هو طبعا cavity ويحتوي أيضا على fluid أو semi fluid أو blood بس الفكرة أنه هو ما يحتوي على epithelium يعني not lined by epithelium نسميه false cyst بالنسبة للميكانيزم of cyst formation أو pathogenesis of cyst formation عندنا ثلاث أمور يعني تحتاج ثلاث أمور حتى تشكل عندنا cyst اللي هي proliferation of epithelial lining و fluid accumulation within the cyst cavity و bone resorption حتى نوضح هاي الأمور أريدكم تركزون شوية أثناء فترة تكون الوجه أو العظام أو الجسم بصورة عامة عندنا بعض الخلايا يصير بها entrapment يعني تبقى موجودة في داخل البون هذه الأوريجين مالتها قد يكون من بقايا تشكل الأسنان وقد يكون يعني ما هي علاقة بالأسنان يعني نتيجة الإبيثيليوم اللي يبقى يصير بي انترابمنت أثناء عملية fusion of processes أثناء الفيس فورميشن المحصلة أنه راح تكون عندنا خلايا إبيثيليوم موجودة في داخل البون اللي راح يصير أنه يصير عندنا stimulation لهذه الخلايا السبب الرئيسي غير معروف طبعا لكن قد تكون بسبب infection قد يكون بسبب inflammatory process trauma لأي سبب كان راح يصير stimulation لهذه الخلايا فتبدي تنقسم راح تسوي لنا ماس بسيطة مثل ما نشوف في هذه الصورة اللي راح يصير انه الخلايا اللي موجودة في الطبقة الخارجية او surface area راح تعتمد بالnutrition مالتها من surrounding tissue اللي هي عملية الديفيوجن نسميها في حين أنه الخلايا اللي موجودة في السنتر ما راح يوصلها بلاد سبلاي لذلك يصير بها نكروسز فتموت على أثر هذا النكروسز الخلايا طبعا هي تحتوي على ليبيد وبروتين وكربوهيدرات اللي راح يصير أنه هاي الكافيتي أو السنتر مالته الأوزموتيك بريشر مالته راح يصير أعلى من الأوزموتيك بريشر اللي موجود حوالين السيست فطبعا الأوزموتيك احنا عندنا نوعين من البريشر لازم نعرفها هي هيدروستاتيك بريشر والأوزموتيك بريشر الهيدروستاتيك بريشر هو الضغط اللي احنا نعرفه الضغط المسلط على جدران الوعاء نتيجة تأثير قوة الدفع فمثلا في الأوعية الدموية قوة الدفع جاية من تقلص ضربات القلب قوة الدفع للقلب فراح تسلط لنا الجريان دم راح يسلط ضغط على الجدران هذا نسميه هيدروستاتيك بريشر عندنا أيضا الضغط التناضحي أو الأوزموتيك بريشر هذا يعتمد على وجود البارتيكلز وحجم البارتيكلز حوالين الممبرين أو الغشاء الفاصل بين مكانين فنشوف في هذا المقطع مثلا إذا كان حجم البارتيكل صغير والكونستريشن مالته قليل فالأوزموتيك بريشر مالته راح يكون قليل في حين أنه هنا نشوف أنه الهاي كونستريشن للبارتيكل أوزموتيك بريشر راح يكون عالي الأوزموتيك بريشر لما يكون عالي راح يعمل مثل ماكينة سحب يعني يعمل على سحب السوائل من المنطقة التي يكون فيها الأوزموتيك بريشر قليل وهاي الفكرة اللي حكيناها في موضوع
الانفكشن لما حكينا عن الأوديما شلون تصير. قلنا يصير عندنا فاز دايليتيشن تتوسع الاوعيه الدمويه فتطلع البروتينات من الاوعيه الدمويه الى الانترستيشيال فلود، وبالتالي انه راح يزداد عندنا بريشر بالانترستيشيال تيشو يصير اعلى مما موجود في البلد فيزل، وبالتالي انه السوائل راح تطلع من البلد فيزل على الانترستيشيال تيشو، وبالتالي انه راح يصير عندنا اوديما او التورم. نفس الحاله راح تصير هنا. طبعا احنا الفكره من الاوزموتيك بريشر انه اذا كان نشوف هذا مقطع توضيحي، هذا مقطع لكرات الدم الحمراء لما تكون في هايبرتونيك سوليوشن يعني محلول الاوزموتيك بريشر مالته عالي، نشوف انه راح يصير بها شرينكج لان السوائل حتطلع من عدته، في حين انه الايزوتونيك سوليوشن يكون متساوي يعني الضغط داخل وخارج الخلية متساوي، نشوف هي حجمها الطبيعي. في حين إذا كان هايبوتونيك سوليوشن بمعنى أنه أوزموتيك بريشر في داخل الخلية أعلى مما موجود في المحيط، بالتالي أنه راح تعمل على سحب السوائل إلى داخل الخلية وتنفجر. هذا مقطع توضيحي. نفس الفكرة راح تصير عندنا في حالة السيست، انه الاوزموتيك بريشر راح يزداد، راح تعمل على دخول السوائل من السراوندينج تيشو، بالتالي راح يزداد عندنا الهيدروستاتيك بريشر، فيزداد الضغط على الوولز وعلى البون المحيط بالليجن ويؤدي الى حدوث بون ريزوربشن. طبعا هذا المبدأ يمكن يستخدموه أكثر أطباء التقويم، أن هم يسلطون فورس على التوث حتى يحركوه، فالمنطقة اللي تسلط عليها الفورس راح يصير بها ريزوربشن، والجهة الثانية راح يصير بها بون ديبوزيشن. هنا نفس الفكرة، أنه راح يصير عندنا ضغط أو بريشر على البون يؤدي إلى حدوث الريزوربشن، فراح تصير عندنا هاي العملية الإكسبانشن. فهو نحتاج أن يصير عندنا proliferation ويصير عندنا ايضا fluid accumulation و bone resorption. هاي الميكانيزم مال cyst enlargement. طيب classification of cyst، حقيقة منظمة الصحة العالمية يسوون تحديثات باستمرار فيما يخص موضوع classification. مثلا عندنا الكيراتوسيست هي من ضمن السيست odontogenic cyst، لكن في احد السنوات هم صنفوه على انه هو تيومر فخلوه في خانه الodontogenic tumor. لكن بالمجمل كمختصر لعمليه الكلاسيفيكيشن، السيستات تنقسم الى اللي موجوده في الجو تنقسم الى قسمين رئيسيه، هي الابيثيليال cyst والنن ابيثيليال cyst، بمعنى الترو cyst والفولس cyst. الابيثيليال سيست اللي هو ترو سيست يكون يعني كافيتي ولايند باي ابيثيليوم وتحتوي على فلويد او سيمي فلويد، ايضا تنقسم الى قسمين رئيسيه هي الاودونتوجينيك سيست والنن اودونتوجينيك سيست. ونقصد بالاودونتوجينيك سيست هي السيست اللي الاوريجين مالتها جاي من بقايا تشكل الاسنان واللي تكون موجوده في داخل عظام الفك. ايضا بينما النن اودونتوجينيك سيست هي الخلايا ما لها علاقة، الخلايا المكونة للسيست صح موجودة في الجو وبالقرب من الأسنان، لكن بالأصل هي ما لها علاقة بالأسنان وتشكل الأسنان، نسميها نن أودونتوجينيك سيست. فيما يخص الأودونتوجينيك سيست أيضا تقسم إلى ديفلوبمنتال سيست وإنفلاماتري سيست. ديفلوبمنتال ما لها علاقة بالإنفلاماتوري بروسيس، ما معروف السبب مالته ليش تصير، لكن هو قلنا يصير استيميليشن للخلايا والخلايا اللي تكون موجودة في الجو وتبدي مرحلة أو سلسلة تكون السيست. تشمل مجموعة من السيستات المهمة هي الكيراتوسيست، دنتيجراسيست، الربشن سيست، الكالسيفاينج أودونتوجينيك سيست، اللاتيرال بيريودنتال سيست والجنجيفال سيست أوف adult. في حين انه الانفلاماتوري اودونتوجينيك سيست يشمل الراديكولار سيست والريسيدوال سيست. فيما يخص النن اودونتوجينيك سيست
عندنا النيزو بالاتاين دكت سيست، الميديان بالاتاين سيست، النيزو لابيال سيست، وغلوبيولو ماكسيلاري سيست. اما النان ابيثيليال قلنا انه هي ما تحتوي على ابيثيليوم، تشمل التروماتيك بون سيست او السوليتري بون سيست يسموه الاسم الثاني له، والانيوريزمال بون سيست. طيب جنرال كلينيكال فيتشرز اوف ذا سيست، حقيقة اغلب السيستات هي اللي تكون موجودة بالجو هي تكون اسمبتوماتيك، يعني هي تكتشف صدفة، يعني انه انت المريض يجيك على مود تسوي له evaluation للimpacted tooth او تسوي له ortho او لأي سبب كان، فجأة تشوف radiolucency موجودة في داخل البون، وبعد الexamination clinical examination وراح تشوف انه هو عبارة عن cyst. لكن هناك بعض symptoms اللي هي تكون او signs اللي ممكن نشوفها بالسيستات، اهم نقطة فيها هي الexpansion. عادة من يصير enlargement بالسيست لحد كبير راح يصير على شكل swelling. وأيضا مسألة ثانية إنه راح يصير عندنا bone periosteum يشكل لنا في الطبقة bone خفيفة في حالة large cyst، فممكن إنه نتلمسها بعملية palpation نسميها eggshell cracking، يعني من نلزمها بإيدينا راح نحسها كأنما كسر تحت الأصابع اليد، فشي شبيه بالبيضة المسلوقة لما أو تتكسر تحت الأصابع، هذا نسميه eggshell cracking. طبعا لما يصير عندنا perforation للكورتكس ويصير عندنا نشوف هذه الصورة، يصير عندنا perforation للكورتكس أيضا راح نحس بعملية fluctuation، وحكينا عن موضوع fluctuation بموضوع non-odontogenic tumor، لأن هو عبارة عن يعني cyst filled by fluid، فراح نتحسسها بالأصابع على شكل fluctuation. طيب فيما يخص radiographical examination، أغلب السيستات قلنا أنه إحنا نكتشفها عن طريق radiography. فيما يخص السيستات الصغيرة الحجم عادة البريأبيكال راديوغراف تكون كافية أن تنطينا evaluation إذا كان small cyst، لكن هي حقيقة بريأبيكال ما نعتبرها standard، لأن إحنا نحتاج إلى صورة أشمل وأوضح، يعني تنطينا صورة كاملة، ولذلك دائما نعتبر OBG هي standard. نشوف هسه في هذه الصورة OBG تنطينا صورة كاملة، لكن مثل ما حكينا في موضوع الايميجينج انه الاو بي جي بها ليميتيشن، انه هي تنطينا صوره ببعدين فقط، يعني ما تنطينا البعد الثالث او الثيكنس، وبالتالي انه احنا نعتبرها ستاندر على اعتبار انه نسبه الاشعاع مالتها قليله، الكوست مالتها قليله، متوفره باماكن اكثر، اغلب العيادات يمكن نلقى بها او بي جي. لكن افضل طريقه انه احنا نسوي ايفالويشن هو نستخدم الكومبين سيتي سكان او السي بي سي تي مختصر له، لان هذا راح يعطينا القياسات بمختلف الابعاد، نشوف هنا الباكولينجوال، نشوف انتيريو بوستيرير، فيعطينا الابعاد كامله. فيما يخص الراديوغرافيكال ساينز، السيست عاده يظهر على شكل يوني لوكيلر، وفي الحالات الكبيره يظهر على شكل مالتي لوكيلر، لما يكون لارج سيست مالتي لوكيلر او يوني لوكيلر راديوليوسنسي وذ سكليروتيك ويل ديفايند بوردر. احنا قلنا هاي النقطه كلش مهمه بالراديوغراف، انه اثناء الديسكريبشن مال الايميجينج اول شيء قلنا نذكر الراديوليوسنسي او الاوباسيتي، والبوردر هي اهم فقره عندنا، الويل ديفايند اور ال ديفايند. بالنسبه للسيست عادة تكون well defined border with sclerotic margin، والsclerotic margin نقصد بهذا الخط الأبيض اللي يحيطنا بالسيست، ومثل ما قلنا أنه الexpansion ما تكون بطيء، ولذلك الجسم يحاول أنه هو يحجمه أو يحد من الexpansion مالته، فيسوينا طبقة bone حوالين السيست. هاي راح تظهر في الراديوغراف
على شكل خط أبيض أو نسميه سكليروتيك مارجن. وحقيقة هذه الفقرة هي نقدر نعتبرها نقطة فاصلة أنه إحنا نميز عن طريق الراديوغراف بين السيست وبين التيومر، لأن التيومر أيضا راح يظهر لنا بالراديوغراف على شكل راديو، يعني مثلا أودونتوجينيك تيومر أو خلينا نقول أميلوبلاستوما أيضا راح تظهر بهذا الشكل أنه يونيلوكيلر أو مالتيلوكيلر ليدوليسنسي with well defined border. لكن طبعا هذا يعني ما نعتبره أنه definitive diagnosis، لكن فتشي يساعدنا جدا بالتشخيص على أنه إحنا نفرق بين السيست والتيومر عن طريق الراديوغراف، أنه السيست يحتوي على سكليروتيك بوردر خط أبيض. قلنا يعني هذا مو ستاندر، لكن هذا يساعدنا جدا بالتفريق. والفيصل بيناتهم هو إحنا كنا نسوي aspiration، والبايوبسي هو الكلمة النهائية للفصل بين السيست والتيومر. لكن هذا فشي تقريبي يقربنا أكثر إلى التشخيص. فيما يخص التريتمنت أوف سيست، عندنا طريقتين رئيسية نستخدمها عادة بالتريتمنت أوف سيست، هي المارسبلايزيشن والإنيكوليشن. والمارسبلايزيشن نقصد بـ إيفاكيويشن أوف ذا سيست، إحنا قلنا أنه هو ده يصير بـ إكسبانشن نتيجة للازدياد الضغط في داخل السيست، وبالتالي راح يصير عندنا بريشر على الوولز ويسبب لنا ريزوربشن للبون، وبالتالي انه راح يصير عندنا اكسبانشن. بالتالي انه احنا ممكن نفقد هاي الخاصيه الى انه احنا نفتح فتحه ويندو ونسوي ايفاكيويشن للكونتنت مال السيست، وبالتالي راح يصير بي شرينكج، وبمرور الزمن راح يتكون عندنا بون بعملية secondary intention وتنتهي المشكلة. المارسبل والإنيكليشن نقصد به الاستئصال، بمعنى أنه إحنا نستأصل اللاينينج بأكمله، فممكن أن نستأصل ونخلي باكة، أو نستأصل ونسوي primary closure يعني نسوي suturing مباشرة، وممكن أن إحنا نستأصل ونسوي reconstruction بنفس الوقت، لأن أحيانا تكون السيست جدا كبيرة، بالتالي انه هذا الديفكت يحتاج الى ريكونستراكشن، فممكن الريكونستراكشن نسويه بعدين بعد ما تصير عمليه الهيلينج، وممكن انه احنا نسوي في نفس الوقت، يعني نسوي انيكوليشن وبرايمري كلوجر وريكونستراكشن وبرايمري كلوجر في نفس الوقت. هذه خيارات تخص مساله الانيكوليشن. ايضا عندنا بعض الامور المساعده نقدر نستخدم خصوصا في الكيراتوسيست، احنا الصراحه نحكي له بعد شويه الكيراتوسيست، انه هو نسبه الريكرنس ريت بي جدا عاليه، ولذلك انه الانفليشن بوحده ما راح يكون كافي، لا راح يصير بي ريكرنس، لذلك نستخدم عوامل مساعده اخرى، نستخدم كيميكال كوترايزيشن عن طريق سوليوشن خاص نسميه كارينوز سوليوشن، او عن طريق كرايوثيرابي، يعني كرايوثيرابي تجميد نستخدمون النيتروجين السائل بعد ما انه شلنا السيست وسوينا شلنا اللاينينج ماته، نخلي نيتروجين سائل في داخل السيست، او نخلي الكارينويد سوليوشن لفتره على مود انه يقضي لنا يقتل لنا المتبقي من الخلايا اللي تمثل اللاينينج مال السيست حتى نقلل نسبة الريكيرنس. وممكن نسوي بريفرال اوستياكتومي، بمعنى انه احنا نجيب بير مال سيرجيكال هاند بيس كبير ونسوي شيفينج للبون اللي كان محيط باللاينينج مال السيست حتى نتخلص من الخلايا اللي تكون يعني اللاينينج مال الخلايا اللي تكون متغلغلة في داخل البون الترابيكولاي المحيط بالسيست. هاي أمور كلية نستخدمها حتى نقلل نسبة الريكيرنس. طيب فيما يخص المارسبلايزيشن، حقيقة أنه الفكرة بي قلنا نقلل نسوي إيفاكيواشن للكونتنت حتى يساعدنا شرينكج باللاينينج، وبعدين يصير بي بوند مرور الزمن. استخداماته في حالات معينة نقدر نستخدمه، عندنا الايج اوف ذا بيشنت، مثلا اذا كان البيشنت تشايلد فهنا اذا سوينا انيكوليشن التوث باد مال بيرمننت تيث راح تتاثر، وبالتالي انه احنا هنا اذا سوينا انيكوليشن راح ناثر على الاسنان الدائميه، احتمال ما راح يطلع عند السن الدائمي
اللي صاير تحت السيست، ولذلك نفضل عملية المارسبلايزيشن بهذه الحالة. أيضا البيشنت اللي يكون old age، مثلا البيشنت يجي عنده ذبحة أو جلطة أو سكري uncontrolled diabetic وعنده مشاكل صحية، يعني ما نقدر أنه نسوي عملية inoculation، فالمارسبلايزيشن كعملية هي أسهل وأقل، ويعني التايم مالتها أقل والكومبليكيشن أقل، لذلك راح تكون indicated بهذه الحالات. أيضا في حالات لما يكون عندنا الـ يعني أنه السيست يكون قريب من anatomical structure، يعني كأن يكون قريب من نيرف أو blood vessel، بالتالي إذا سوينا عملية inoculation استئصال أثناء عملية inoculation راح يصير عندنا يعني injury للblood vessel أو للنيرف، فبهاي الحالة راح نفضل عملية المارسبلايزيشن. طبعا أكو أدفانتج وديس أدفانتج بالنسبة للمارسبلايزيشن. من ضمن الأدفانتج لعملية المارسبلايزيشن أنه spares vital structures، يحافظنا على vital structures، قلنا أنه نسبة التروما راح تكون أقل. أيضا يسمحنا بالإرابشن أوف تيث، permanent تيث، prevent الأورونيزل or antral fistula، prevent pathological fractures، reduce operating time، reduce blood loss، shrinkage of cystic lining، و alveolar ridge is preserved. أما فيما يخص disadvantage of marsupialization، فأهم فقرة أنه pathological tissue is left in situ، بمعنى أنه إحنا راح lining ما راح نشيلها، وهذا حقيقة يعني هو موضوع مو سهل، لأن إحنا هذا lining في حالات معينة، في حالات محدودة ممكن أنه lining مال السيست يتحول على تيومر، ممكن يتحول على أميلوبلاستوما، وممكن يتحول إلى سكويموس سيل كارسينوما. ولذلك إحنا دائما نفضل أنه إحنا نشيل lining كليته ونسوي له histological examination حتى نتأكد ونطمئن على أنه هو ما بي malignant change. وهذه حقيقة الفقرة يعني هي من ضمن الديسادفانتج مع المارسبلايزيشن، لأن احنا ما راح نشيل اللايننج. أيضا تحتاج إلى prolonged healing time، يعني انه هي حتى لأن احنا يعني نفتح ونسوي evacuation ونخلي باكة حتى هذه الكافيتي تمتلئ بالبون من جديد، تحتاج إلى وقت طويل يعني بالمقارنة ويا عملية الانيكوليشن. ولذلك أيضا تحتاج إلى follow-up، يعني نسبة الفولو-up يعني تحتاج إلى فترات طويلة أطول مما في حالة الانيكوليشن. أيضا الباكة اللي نخليها تحتاج إلى periodic irrigation و periodic change of pack و secondary surgery may be needed. كبروسيجر في هذه الحالة هنا راح يعني وفق المعطيات اللي حكيناها، هاي الحالة indicated for marsupialization. ليش؟ لأن أولا احنا عندنا النيرف إذا نركز على الكنل أو الدنتال كنل راح تكون يعني متداخلة ويا السيست. المسألة الثانية أنه lower border involved، lower border مال mandible involved، وبالتالي إذا احنا سوينا inoculation لهاي المنطقة كليتها راح يصير عندنا احتمال بالباثولوجيكال فراكتشر، وايضا راح يصير عندنا تروما او انجري للنيرف والبلد فيزل اللي موجوده، وبالتالي انه المارسبلايزيشن في هذه الحاله راح يكون انديكيتد اكثر. طبعا كاوبريشن قلنا نسوي ويندو مثل ما نشوف في هذه الصوره، ونطلع اللايننج مال السيست، وبعد ان طلعنا اللايننج نسوي سوتشرنج للأورال ميكوزا ويا اللايننج مال السيست حتى لا يصير عندنا كلوجر للأوريفيس، وطبعا الكونتنت راح تطلع ونخلي بمكانها باك، عادة نستخدم يودوفورم باك، نبقيها فترة يعني أسبوع مثلا وتتبدل، وهكذا نبقى نبدل بها استمرار. عملية الهيلينج راح نسميها سيكندري انتنشن، تبدي من الحواف تصعد، فمثلا المرة الأولى راح نخلي باك لنفرض أن الطول مالتها 10 سنتيم، لما نيجي بعد أسبوعين نبدلها ندخل باك 10 سنتيم، راح نشوف أنه هاي 10 سنتيم تعتبر جدا طويلة، راح نحتاج إلى باك
8 سنتيم فقط تملين الكافيتي. بعد أسبوعين نحتاج إلى باكة 6 سنتيم حتى تملين الكافيتي. بعدها راح نحتاج إلى 4 سنتيم حتى تملين الكافيتي. ليش؟ لأن يصير عندنا بون ديبوزيشن من الحواف ليصعد، وهكذا لحد ما يصير عندنا total bone formation. لكن هي حقيقة قلنا أنه تحتاج time و follow up طويل. ممكن نستخدم acrylic splint حتى نحافظ على ال orifice أنه هي تبقى أول شيء clean، ما تمنع الدخول الفود ديبرس إلى داخل الكافيتي، وبالتالي راح تعتبرنا source of infection. وأيضا حتى تمنع الكلوجر مال الويندو، إحنا كنا نفتح ويندو فإذا عفناها على حال سبيلها ممكن أن يصير بها كلوجر، فهنا حتى ليس الكلوجر إلى أن تم عملية الغينيك ممكن نستخدم أكريليك سبلنت، يعني مثل ما نشوف هذه البيكتشر. طيب فيما يخص مسألة الانوكليشن، قلنا الانوكليشن أنه إحنا نستأصل اللانينج بأكملها ونسوي سوتشرينج للفلاب اللي فتحنا من عنده، وممكن انه احنا نسوي باكينج يعني، وممكن انه احنا نسوي ريكونستراكشن في نفس الوقت، لكن الفكره انه هو استئصال اللانينج باكملها. طبعا هي انديكيتد بالسمول سيست، بالبعض السيستات اللي يكون مثلا عندنا الكيراتو سيست، اي سيست يصير بريكرنس لازم يعني عن طريق المارسبلايزيشن او غيرها هنا لازم نسوي له انوكليشن. الكيراتوسيس تحديدا لازم انوكليشن، لان قلنا انه نسبه الريكرنس ريت ما تكون جدا عاليه، فلازم انه احنا نسوي انوكليشن. وطبعا انوكليشن لوحده ما راح يكون كافي، نستخدم وياه مثل ما ذكرنا كيميكال كوترايزيشن، كارينو سوليوشن، او بيرفرال اوستيوتومي، او نيتروجين ليكويد نيتروجين. في حاله الانوكليشن نشوف انه هذا عندنا هنا سيست موجود في داخل البون، راح نفتح فلاب، هذا السيست شوفه لارج سيست، هاي البوندريز مالته، نفتح فلاب مثل ما شفنا هنا 3 سايدد فلاب وويندو على البون، ومن ثم نسوي انوكليشن لللايننج. وطبعا هاي اللايننج بعد ان احنا نستأصلها المفروض مباشرة ندزها إلى الهيستوباثولوجيكال ستدي، يعني للزرع نعتبرها بايوبسي، لأن مثل ما ذكرنا أنه اللايننج مال السيست في حالات معينة ممكن أنه يتحول إلى أميلوبلاستوما أو حتى سكويموس سيل كارسينوما، ولذلك يجب أنه إحنا نسوي لها إكزامينيشن مو مجرد أن نستأصلها ونعوفها. بعد أن سوينا عملية الإنوكليشن نسوي عملية السوتشرينج. طبعا الشيء اللي راح يصير انه هاي الكافيتي راح يصير بداخلها بلاد، وهاي البلاد بمرور الزمن راح تصير كلوتة، والكلوتة راح يصير بها اورجنايزيشن وتتحول على جرانيليشن تيشيو وكالس، وبعدين يصير عندنا بون. والتالي انه بعد فترة راح نلقى انه حتى اذا اخذنا اكس راي راح نلقى انه متكون عندنا بون بصورة طبيعية، ولذلك حقيقة هي كهيلينج يكون اسرع من المارسبلايزيشن، والفولو اب ما تكون اقل. تمام. كومبليكيشنز اوف سيستيك ليجنز، اهم فقره ممكن يسبب لنا اياها هو حقيقه فراكشر، يعني اذا كان كبير السيست فراح يسوي لنا ويكنس للجو، وبالتالي انه راح يكون معرض اكثر ان هو يسبب لنا باثولوجيكال فراكشر. ايضا ممكن يصير عندنا ديهيسنس مثل ما نشوف في هذه الصوره، انه الوند مالتنا يفتح فيصير عندنا ديهيسنس. ايضا عمليه الخاصه بالانوكليشن اكثر يصير عندنا لوس اوف فيتاليتي اوف تيث، لان احنا كنا اثناء الشغل مالتنا او الانوكليشن او حتى في المارسبلايزيشن اذا استخدمنا بريشر مكان يعني مو صحيح، راح يصير عندنا انترابمنت للبلد سبلاي للتيث، وبالتالي راح يصير بها نكروسيس. نفس الحاله فيما يخص النيرف، وخصوصا اذا انفكتد سيست يصير يعني نيوروباراكسيا تصير اما نتيجه الـ يعني السيرجيكال تريتمنت اوف سيست، او في حالات السيست يصير بيه انفكشن
الانفكشن ممكن يسبب لنا نيوروباراكسيا او باراسيزا ممكن يسبب لنا. ايضا ممكن يصير عندنا انفكشن ويصير عندنا ريكرنس في بعض الحالات. والنقطة الأهم أنه ممكن يصير عندنا malignant change، ولذلك دائما نركز على مسألة اللايننج، استئصال اللايننج of the cyst.